صباح الخير والبداية مع العناوين. جريح من قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر تصدي شبان بالرصاص لاقتحامات قبر يوسف في نابلس. سندافع عن التحول الديمقراطي حتى آخر قطرة الدم. تجمع المهنيين السودانيين يرى أن تجربة الشراكة مع المجلس العسكري أثبتت فشلها، والبرهان يؤكد أن الجيش لن ينقلب على المرحلة الانتقالية. فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية بألمانيا بنسبة 25.7% من الأصوات، وكتلة المحافظين تحل في المرتبة الثانية. أصيب جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما تصدى شبان لاقتحام مستوطنين قبر يوسف في نابلس بحماية القوات، وقد أمطر الشبان جيش الاحتلال بالزجاجات الحارقة والحجارة ليرد عناصره بإطلاق قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن مقاومين أطلقوا النار باتجاه جنود الاحتلال قبل أن ينسحب جيش الاحتلال برفقة المستوطنين من محيط قبر يوسف. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت نفذت مجزرة جديدة بحق 5 شبان من جنين شمال الضفة الغربية وبيت عنان وشمال القدس، فيما اعتقلت 4 فلسطينيين آخرين. تقرير نسرين سلمي. 5 شهداء ودعتهم فلسطين بعدما اقتالتهم قوات الاحتلال في 4 عمليات عسكرية نفذت إحداها في قرية برقين قرب جنين، وأدت إلى استشهاد مقاومين خطفت جثمان أحدهما، فيما شيع الشهيد أسامة صبح إلى مثواه الأخير. هذا هو طريقنا، طريق الجهاد وطريق المقاومة. اليوم نثبت للعدو الصهيوني أنك لا تستطيع أن تستفرد في مخيم جنين، أن برقين كما عهدتها في سنوات ماضية قدمت وستقدم المزيد والمزيد. بيت عنان شمال غرب القدس كان لها نصيبها من الشهداء، فودعت 3 شهداء من أبنائها اغتالتهم قوات الاحتلال قرب قرية القبيبة القريبة. هم الشهداء أحمد زهران القيادي في حركة حماس، والذي اعتقلت إسرائيل قبل أيام أفراد عائلته، إضافة إلى الشهيدين محمود حميدان وزكريا بدوان. ربي بيختار المليح للشهادة، اللي من قلب مخلص بيختار الشهادة، ربي بحبه. الحمد لله على القضاء والقدر، من خير ومن شر، أنا راض بقضاء ربي وقدره، الحمد لله. ربي ببني لي بيت الحمد في الجنة. عملية الاغتيال صارت إن كانوا موجودين في الغرفة، يبدو أن قوات خاصة تسللت لمكان الغرفة وطخوهم 3. أحمد زهران حسب الشاهد عيان اقتلوه على المحل مباشرة، محمود وزكريا هربوا وطخوهم أثناء عملية الهروب. عشرات الفلسطينيين تظاهروا وسط رام الله بدعوة من القوى الوطنية تنديدا بالجريمة الإسرائيلية، وطالبوا بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين. الشعب الفلسطيني أمام هذه الجرائم وأمام هذه الشهداء لم ولن ينالوا من عزيمتي وجبروتي، سنستمر في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. الدعواتنا اليوم من أجل أن تقوم جماهير شعبنا الفلسطيني بمزيد من الصبر، مزيد من الصمود، من أجل مواجهة الاحتلال على نقاط التماس، على الطرق الالتفافية. قوات الاحتلال أعلنت أن 2 من جنودها أصيبا في العملية العسكرية التي استهدفت كما تدعي خلية لحركة حماس في الضفة الغربية. جريمة إسرائيلية جديدة تهدد بتصعيد الأوضاع في الشارع وسط غضب الفلسطينيين المتزايد من تواصل اعتداءات الاحتلال بحقه. نسر سلمي، رام الله، الميادين. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرة خالدة جرار بعد اعتقالها لمدة 2 عامين. فور الإفراج عنها توجهت النائبة السابقة في المجلس التشريعي إلى قبر ابنتها سهى، حيث وضعت الزهور عليه. جرار تحدثت عن صعوبة هذه الزيارة بعد رفض الاحتلال السماح لها بالمشاركة في تشييع ابنتها التي توفيت في تموز يوليو الماضي إثر أزمة قلبية، كما تحدثت بكلمات مؤثرة عن واقع الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم. الحمد لله على سلامتك، ويعني إن شاء الله يا رب يعقبك. الأسرى كما مطلبهم الحرية هم بشر. الفلسطيني هو إنسان والفلسطينية إنسان، لكن هذا الاحتلال المجرم الذي لا يعرف الإنسانية لا يدرك بأننا بالفعل لدينا مشاعر، لدينا حب لوطننا، لدينا توق للحرية. حينما حرر الأسرى أنفسهم
حرروها من أجل الحرية، من أجل الشمس، من أجل أن يحتضنوا والدتهم، من أجل أن يروا زيتون وصبر فلسطين. فرحتنا لا توصف، لكن صعب نعبر عنها بحكم الموقف الإنساني الموضوع في خالدة في زيارة قبر بنتها اللي ما صح لها تودعها، فودعتها بوردي التي نكشت على قبرها، على قبر خالدة. هذه يعني مشاعر متناقضة وجياشة ويصعب الحديث عنها ولا تحصل إلا مع الفلسطينيين. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق وسام الحردان إثر الدور الذي أداه في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، كما أصدرت مذكرة قبض بحق مثال الألوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر الطائي عن الجريمة نفسها، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق باقي المشاركين إذا عرفت أسماءهم الكاملة. ردود الفعل الرسمية والشعبية الغاضبة على مؤتمر التطبيع في أربيل أحبطت هدف المؤتمر الكامن في الترويج للتطبيع مع تل أبيب. تقرير مريم عثمان. أشعل مؤتمر الترويج للتطبيع في أربيل نيران الغضب العراقية، كيف لا وشوارع بغداد هذه عرفت هذا المشهد في كل عدوان إسرائيلي على غزة أو انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين. الغضب العراقي ترجمته على الأرض سلسلة التنديدات المتزامنة والشاملة لكل الأطياف العراقية من مؤسسات رسمية إلى الأحزاب والقوى والشخصيات وحتى العشائر، أكدت ثبات الموقف العراقي الرافض لأي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أو التسويق لأي تواصل عراقي إسرائيلي في المستقبل. إصدار القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق المشاركين في المؤتمر الذي نظمه مركز اتصالات السلام ومقره نيويورك لربما يعبر عن حجم المعارضة العراقية الواسعة لأي ترويج لإقامة علاقات مع الحكومة الإسرائيلية، وهي معارضة رسمية وحزبية وشعبية شكلت صدمة للمسؤولين في أربيل استدعت التملص من المؤتمر والتأكيد أنه عقد من دون علمهم ومن دون إعطاء ترخيص لإقامته. تملص حكومة كردستان العراق لربما يكون مستغربا هنا أكثر من عقد المؤتمر نفسه. تساؤلات منطقية تبرز حول إمكانية عقد مؤتمر بهذا العنوان في أحد الفنادق المعروفة بأربيل من دون علم للسلطات المحلية به، ولا سيما أنه جرى تنظيمه من قبل مؤسسة غير عراقية أو كردية وبحضور 300 شخصية. ولكن وبصرف النظر عن علم السلطات المحلية في كردستان العراق بعقد المؤتمر أم لا، يبقى هدف المؤتمر واضحا وهو جس نبض العراقيين بشأن فكرة التطبيع والتواصل مع إسرائيل برهنته المباركة الإسرائيلية السريعة للمؤتمر والتهليل له، وأحبطته الروح العراقية الواحدة التي دفعت تل أبيب إلى إعادة قراءة الحدث وتقييم أهميته. اتهم بيان لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران بأنها لا تسمح بدخول المفتشين الدوليين إلى ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج، وهو الأمر الذي يتناقض مع شروط اتفاق 12 من سبتمبر أيلول وفق غروسي. مندوب إيران لدى الوكالة كاظم غريب أبادي وصف تقرير غروسي بغير الدقيق، مؤكدا أن أي قرار تتخذه إيران بشأن أجهزة المراقبة يستند فقط إلى اعتبارات سياسية لا قانونية، ولا يمكن للوكالة ولا ينبغي لها أن تعوضه أحد استحقاقاتها. أفاد مراسل الميادين بأن قافلة صهاريج جديدة محملة بالمازوت الإيراني الذي أحضره حزب الله عبرت الحدود السورية إلى لبنان، وهذه هي القافلة السادسة في نوعها التي تعبر الحدود منذ وصول البواخر الإيرانية إلى ميناء بنياس في طرطوس السورية. أكد تجمع المهنيين السودانيين أن تجربة الشراكة مع المجلس العسكري أثبتت فشلها كصيغة للحكم، وأنه يجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها، وأشار إلى أن حماية الانتقال إلى الديمقراطية تستلزم عدم العودة إلى الشراكة مع المجلس العسكري. وشدد تجمع المهنيين على أن الدولة المدنية لا تعادي قوات الشعب المسلحة،
بل تعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره وتبني جيشا وطنيا موحدا، كما طالب التجمع بسلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط ثورة كانون الأول ديسمبر وأهدافها. رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد أن الجيش لن ينقلب على المرحلة الانتقالية، لكنه لا يزال ينتقد الساسة المدنيين. البرهان شدد على أن القوات المسلحة لديها التزام قاطع بألا تنقلب على ثورة ديسمبر. بدوره قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن الصراع الذي يدور حاليا ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين. واتهم مسؤولون مدنيون الجيش السوداني بالتحريض من أجل الاستيلاء على السلطة. وقالت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة إن تعليمات صدرت للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب وإخلائها فورا. سندافع عن حكومتنا وسندافع عن شعبنا وسندافع عن التحول الديمقراطي حتى آخر قطرة الدم. وإذا حدث أي تهديد للتحول الديمقراطي سنملأ الشوارع بأبناء هذا الشعب، وسنتقدم الصفوف بحكم مسؤوليتنا لقيادة هذه الجموع. تم سحب القوات في الساعة 12 ظهر اليوم من 22 موقع تحريسها القوات المشتركة. تم الاتصال بأعضاء المجلس السيادي من المكون العسكري ولم يكن هناك رد واضح. وفي الساعة الثانية طلبت من السيد والي الخرطوم رئيس لجنة الأمن الولاية بأن يتم نشر قوات لحراسة هذه المواقع، ولكن تم الاتصال وبعد نصف ساعة عاد الوالي وقال هناك أمر لسحب قوات الشرطة من كل المواقع. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكدت نتائج رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات الألمانية فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز المرشح لتولي منصب المستشار بنسبة 25.7%. وجاءت كتلة المحافظين المكونة من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا وحزب الاتحاد المسيحي في المرتبة الثانية، كما حصد حزب الخضر بقيادة ألينا بيربوك وفقا للنتائج 4.8 من الأصوات، بينما جاء في المركز الرابع حزب الديمقراطيين الأحرار بنتيجة 11.5 من الأصوات، يليهم حزب البديل من أجل ألمانيا، فيما فشل اليسار في تجاوز عتبة 5%. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ما زالت تنوي شراء دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الصاروخية S-400 من روسيا. أردوغان رأى أنه لا أحد يمكنه التدخل في الأنظمة الدفاعية التي تنوي تركيا شراءها. وفي الشأن الأفغاني توقع أن تؤلف حركة طالبان حكومة جامعة قبل أبرام أنقرة اتفاقا معها بشأن تشغيل مطار كابول. إلى تونس، حيث شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تظاهرة احتجاجا على ما وصف بانقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور وخروجه عن الشرعية. سميح البغرمي. تولى الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بالدستور جزئيا، كان كافيا ليزيد في منسوب غضب المعارضين لقرارات الاستثنائية التي اتخذها منذ شهرين، غضب ترجم تحركات احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة رافضة لما وصفته بالانقلاب والخروج عن الشرعية.
نحن كلنا منصهرون من أجل الديمقراطية لتونس، وأن من اعتدى على الدستور واعتدى على المؤسسات الدستورية فبالنسبة لي لا شرعية لقيس سعيد كرئيس جمهورية بعدما اعتدى على الدستور. يحب يستحوذ على السلطات وبعد يرسي حكم فردي شمولي، ولكن نقول له يا قيس سعيد راك مش تنجح في الطريق هذا. التحركات المناهضة لسعيد والداعمة له في تزايد، ما ينذر ببداية انقسام شعبي وسط تحميل أطراف سياسية لرئيس الجمهورية مسؤولية هذا الانقسام ودعوته إلى الاستماع والتحاور مع بقية الأطراف السياسية. أمل أن الصوت هذا يسمع الرئيس، ما كانش الزخم هذا في الشارع والميدان في المدن الكل، ولكن أيضا المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنضال الحقوقي والنضال الجنسي أيضا راه سيستمر. وعلى وقع التحركات الاحتجاجية الشعبية تعيش الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بدورها انقسامات حادة في المواقف، فيما يواصل سعيد المضي في تطبيق مشروعه وسط ترقب لموعد إعلانه تركيبة الحكومة. بين داعمين لقرارات الرئيس قيس سعيد ورافضين لها تتصاعد المواجهة وسط شارع الحبيب بورقيبة الذي كشف عن انقسام التونسيين في وقت يحتاج فيه الشعب إلى سياسة تجمع لا تفرق. سميحة البغني، تونس، الميادين. إلى الجزائر التي كشفت عن مخططات تستهدف الجبهة الداخلية وتحركات للمجتمع المدني داعمة للجهود الرسمية تحت شعار احمي وطني. تقرير سفيان مراكشي. رفعت الجزائر سقف التحذيرات وكشفت عن مخططات تستهدف الجبهة الداخلية بحرب ناعمة تقودها أجهزة تسعى لتفجير الوضع الداخلي باختلاق أزمات اقتصادية واجتماعية مدروسة التوقيت والأماكن. أحداث متسارعة ومتناسقة، يقول الرئيس الجزائري إن حدتها زادت عقب وصول الكيان الإسرائيلي إلى الحدود الجزائرية. حرب عدائية وتعاون عسكري وأمني بين الجارة المغرب وإسرائيل دفع الجزائر إلى إعلان حالة الطوارئ. هذا التعاون شمل أيضا جانب مخابراتي وعسكري، وهو ما يؤثر على بلدان الجوار، ليست الجزائر ولكن موريتانيا والساحل الإفريقي. وأتصور أن ما تلا خطوة التطبيع من برامج ومن مخطط هو الذي يطرح الجزائر أنه يستهدفها بالدرجة الأولى. المجتمع المدني الجزائري والنقابات العمالية نظمت تحركات وطنية دعما لمساعي المصالح الأمنية والرسمية في صد الحرب العدائية ضد الجزائر تحت شعار احمي وطني. نتيجة التحالف المشبوه بين الكيان الصهيوني وبين الجارة الغربية تتطلب المجتمع المدني أن يقوم بدور متميز في نشر الوعي وعمل ممنهج يؤدي إلى تمتين الجبهة الداخلية حتى نستطيع أن نجابها مختلف الأشكال ومختلف التدخلات ومختلف الأخطار الخارجية. الجزائر تبقى من الدول التي لا تطبع مع إسرائيل وتدعم القضية الفلسطينية، لذلك المجتمع المدني اليوم هو دوره فعال في مثل هكذا يعني القضايا للوقوف سندا إلى مؤسسة الدولة. حاملة لواء المقاومة في المغرب العربي وإفريقيا ضد التغلغل الإسرائيلي، تبذل الجزائر جهودا حثيثة لحماية ثوابت ثورتها وتطلعات شعوب المنطقة الرافضة للتطبيع والمتمسكة بالقضية الأم فلسطين. مستعدة هي الجزائر للدفاع عن موقفها المبدئي تجاه فلسطين وقضايا التحرر العادلة مهما كلفها الثمن، وتعي جيدا حجم المعركة المقبلة وتبعاتها. إرادة سياسية صلبة تسندها إرادة شعبية ثابتة في نصرة الحق ومجابهة العدو التاريخي للأمة. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين. أعلنت الحكومة البريطانية عن وضع برنامج لمنح 10,500 تأشيرة دخول إلى البلاد لمدة 3 أشهر من أجل حل أزمة المحروقات وسد النقص في قطاعات أساسية في الاقتصاد البريطاني، ولا سيما في تربية الدواجن. تقرير موسى سرور.
لا يزال الوضع على حاله في بريطانيا. طوابير السيارات أمام محطات المحروقات لم تتوقف بالرغم من تطمينات المسؤولين. تشابك بالأيدي بين المواطنين أمام محطات الوقود. مشاهد الاستياء بدت على وجوه البريطانيين الذين باتوا يستيقظون باكرا في أيام عطلة نهاية الأسبوع لحجز أماكن لهم أمام المحطات لتعبئة الوقود. لقد أصبحنا في حالة جنون حيث الناس باتت تستيقظ باكرا لتعبئة الوقود. طوابير المحروقات شلت العمل في العاصمة لندن وأدت إلى زحمة سير دفعت بعض المواطنين إلى الانتظار 3 ساعات للوصول إلى منازلهم. لقد استغرق الأمر 3 ساعات لكي أصل إلى منزلي فقط. علي أن أجتاز محطة المحروقات حتى أصل إلى البيت. إنه لأمر سخيف وتافه جدا ما يحصل في البلاد. أزمة المحروقات أشاعت أجواء من الذعر بين المواطن. رفوف المحال التجارية شبه فارغة بسبب نقص الإمدادات وتهافت المواطنين على شراء حاجياتهم. زعيم المعارضة انتقد بشدة أداء حكومة المحافظين في مواجهة التحديات المعيشية. لقد أحبطت هذه الحكومة البلاد بشكل سيء جدا. لقد بتنا في حالة نقص من المواد الغذائية والوقود. لقد شاهدت قبل وصولي إلى هنا طوابير ضخمة من السيارات فضلا عن إقفال بعض المحطات. علينا أن نضع رؤيتنا من أجل بديل آخر لهذه الحكومة. وزير النقل البريطاني جرانت شابس حمل المواطنين مسؤولية أزمة الطوابير أمام محطات المحروقات مؤكدا وجود مخزون كاف من الوقود وتسهيل الحكومة بمنحها نحو 5000 من سائقي الشاحنات تأشيرات دخول إلى بريطانيا. بالرغم من كل دعوات التهدئة والتطمينات التي تطلقها الحكومة البريطانية بشأن أزمة المحروقات لم تجد لها أذانا صاغية لدى المواطنين. تطور يشي بفقدان الثقة بحكومة المحافظين وتعهداتها بمستقبل أفضل بعد البريكزيت. موسى سرور، لندن، الميادين. دمرت حمم بركان لابالما كنيسة ومنازل في قرية تودوك بجزيرة لابالما الإسبانية. ثوران البركان الذي يقذف حمامه منذ نحو أسبوع أدى إلى نشوب حرائق في المناطق المحيطة به، وكانت الكنيسة قد نجت بصعوبة في وقت سابق عندما توقفت الحمم البركانية بالقرب منها. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. إصابة جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر تصدي شبان بالرصاص لاقتحامات قبر يوسف في نابلس. سندافع عن التحول الديمقراطي حتى آخر قطرة الدم. تجمع المهنيين السودانيين يرى أن تجربة الشراكة مع المجلس العسكري أثبتت فشلها، والبرهان يؤكد أن الجيش لن ينقلب على المرحلة الانتقالية. فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية بألمانيا بنسبة 25.7% من الأصوات، وكتلة المحافظين تحل في المرتبة الثانية. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية، الإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.